السلام عليكم. خلنا نكمل شرح الشابتر. يقول لي بهذا السؤال as shown around a viewing of a window of a diameter 0.8. يعني هذا عندي دائرة، هاي دائرة تمام، دائرة مستوية يعني هيك تمام. بحكي لي الديميتر لها 0.8 يعني هاي المسافة 0.8. is situated in a large tank of seawater. يعني في عندي مية بحر. The top of the window is 1.2 متر below the water surface. يعني سطح الشباك من هون لهون هو 1.2 متر. The window is angled with at زاوية 60. زاوية 60 هي. With the horizontal. Find the hydrostatic force. Locate the corresponding center of pressure. شو بعمل؟ احنا كالعادة تعلمنا انه انا قلت لكم بحب دائما اخذ المسافة المائلة تمام؟ اخذ المسافة المائلة. بالتالي انا عندي هذا البوابة امتارها بالنص هون، بالتالي انا باخذ المسافة المائلة ربع بساينس الزاوية. المسافة كم بدها تكون؟ عندي هاي ارتفاع كامل اتش، فهاي كم بتكون؟ اتش ساين 60 دائما خذ القاعدة ساين 60 تمام. وبزيد لها ايش؟ بزيد لها دي على 2، بزيد لها دي على 2. هيك ايش بطلع؟ بطلع سنتر الصفيحة مستوى سطح البحر كميلان كميلان. شو بعمل؟ بدي احسب البرشر. شو بحكي البرشر؟ البرشر هو جاما في اتش، جاما 3810 الاتش بدها تكون هي اللي انا طلعتها 1.2 ساين 60 زائد دي على 2 دي 0.8 يعني 0.8 2. هي ايش؟ هاي المسافة المائلة. بدي انا دائما لما احسب الضغط لازم اخذ عمودي، فشو بعمل؟ بضرب 9 60. بطلع هيك بطلع البرشر هي جاما في اتش، هاي اتش ساين 60 مشان تصير عمودية. طب اذا بدي فورس، الفورس بضربها بالاريا. كم الاريا؟ الرقم اللي طلع معي فوق رو في باي على 4 في ديميتر تربيع 8 تربيع. شو طلعت؟ طلعت الفورس وطلعت البرشر. الفرع الثاني طلب مني اوجد المسافة واوجد السنتر في البرشر. شو بحكي انا؟ بكل بساطة انا عندي هاي المسافة من هون لهون 0.8 بسط الأرض كاملة، هاي سطح البحر قصدي، هاي المسافة 1.7856. أنا السنتر أوف بريشر عندي هذا، من هون السنتر أوف بريشر بزيد له المسافة حكينا اي اكس اكس على واي بار في اي تمام. ايش الاي اكس اكس؟ دائرة باي 4 في ار قوة 4، الديميتر 0.8 في الراديوس 0.4، دي بيساوي 2R، فالR بيساوي دي على 2 هو 4. Y bar اللي هي المسافة هاي 1.7856 ضربة في الاريا، الاريا باي على 4 في الديميتر تربيع، باي 4 في الديميتر تربيع 0.8. نشوف الحل. YCB Y bar هيها زائد باي 4 في 4 قوة 4 باي 4 تربيع سنترول. طلعت معي هاي المسافة، الفورس أو البرشر في أريا، البرشر ها طلع هاي الجاما، هاي إيش؟ هاي هي الأتش. طلب distance to CB بكون قصدون الـ IXX أو حاصل الفرق بينهم. كان سؤال بالامتحان مرة، من الـ distance للسنتر وفي برشر، المسافة للسنتر وفي برشر قصدون مسافة للسنتر الصفيحة والسنتر وفي برشر اللي هي، هي إيش؟ هي هاي، أنا حسبت. حل هذا السؤال، السؤال كثير سهل. Rectangular gate. Rectangular gate يعني مستطيلة. It hangs in a water line. Gate is 4 feet high and 10 feet wide. يعني ارتفاعها 4 وعرضها لجوه 10. هيك البوابة يعني عندي. هاي 4 وهاي 10. Specific weight of water is 62.4. يعني الجاما 62.4. Find the necessary force at applied to keep the gate is closed. بده قيمة F هون خليه متزن. شو بدي أعمل؟ بدي أخذ مجموع المومنت عندي الهنج بيساوي زيرو تمام؟ فهسه شو عندي؟ قوة الضغط. قوة الضغط وين مكانها؟ عندي هون مستوى سطح البحر، يعني الضغط هون زيرو، بعدين بصير يزيد زيرو تمام؟ بعدين الضغط كل ما أنزل بيزيد بيزيد بيزيد، إيش بصير زي كأنه لود، بصير زي كأنه لود مثلث، بصير زي كأنه لود مثلث. فاللود المثلث عادي ما ليش فيها. هسه انا بهمني البرشر، البرشر
هون عندي سنتر للصفي حكم 2 تمام، هاي الاتش، فالبرشر يساوي جاما 62.4 بالاتش كم 2، ما فيش عندي زاويه. طيب الاريا كم؟ 4 ب 10، الفورس بتساوي 62.4 في 2 الاريا اللي هي 40، 4 في 10 تمام. بدي احسب السنتر اوف برشر، السنتر اوف برشر هون شو بدي اعمل؟ بدي احكي اي اكس اكس تزيد، يعني اللي ظاهر عندي، ظاهر عندي الأربعة، بحكي أربعة تكعيب ضرب 10 12 تمام. هاي الاي اكس اكس مقسومة على الواي بار، الواي بار كم؟ 2، الاريا كم؟ 40. بالتالي لو زدت له الاثنين بيعطيني ايش؟ المسافة من هون لهون. فهي هي السنتر اوف برشر، بعطيك هذا الجواب. عندي طريقة ثانية، انا كان عندي لود مثلث، لود مثلث زي هيك، تركيز المثلث وين؟ دائما ثلثين عن الزاوية القائمة، ثلث عن الزاوية القائمة، بالتالي عنده طوله 4، فبالتالي المسافة من هون لهون 4 3 وهون 8 3، السنتر يعني المثلث زي الستركتشر والستاتيك، بالتالي 4 3 8 3، فبالتالي الناتج اللي أنا طلع معي هون هذا 2 زائد هاي القيمة 8 3. جرب نرسم أول شيء البرشر 62 في 2 في 4، هاي هي الفورس. نرسم شكل توزيع الضغط هو على شكل مثلث، فهو بيطلع 8 على 3. شو بعمل؟ أنا ما حسبتوش على IXX، حسبته على أساس إنه مثلث، حسبته على IXX بيطلع 8 على 3 إجباري. اللي بأخذت المومنت بعدين عند الهنج، حكيت الفورس عند البرشر كيف هيك، عمل لي قديش مسافة 8 على 3، ضربي في قيمة الضغط أو الفورس قصدي ناقص F 4، ما أخذ مومنت عادي، مومنت عادي هو مسافة. تمام، يعطيكم العافية.